عطني 10 يلا انزل انزل 10 بس يلا 1 السلام عليكم يا ربع، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ ان شاء الله مرتاحين. رايكم المقدمه؟ لحظه خليني ادها مره ثانيه، خليني ادها عشان تشوفونها. المهم ان شاء الله تعجبكم المقدمه. ردينا لكم حلقه جديده، فلوج جديد ويوم جديد. ايش رايك يا عزيز؟ طبعا اليوم موضوعنا عن التجنيد. عيسى شد الباي شد الباي يا جماعة، صار لنا يومين قاعد نسولف عن التجنيد. فرأيكم بالتجنيد، قرار مفيد للمجتمع ولا لا؟ انتظر رأيكم. أنا تقول لي رأيكم. ها حسون، هلا، شلونك؟ شلونك؟ تمام. شو رأيك بالتجنيد؟ والله صراحة افتخر ان سووا القرار هذا. زين، وانا بالنسبة لي انه سووا متاخر، المفروض ان بكر يسوون القرار هذا. زين، هي خدمة وطنية صراحة، كل الشباب اللي شافها يعني. بس يقولون راح يدلعون الشباب، يعني ما في تجنيد نفس قبل وفيه. لا، ما كله دلع بعد. خدمة وطنية ما كانوا يدلعونهم. زين، وش رايك لو احنا راح نروح؟ بعد انا عنش انا جاهز من يوم قبل. يلا حلو، يعطيك العافية. خلاص من حسون الحين. عيسى، هلا حبيبي، شلونك؟ تمام. شلون تجنيد معك؟ مو اي تمام. ليش؟ خايف. عدي خايف من شنو حبيبي؟ ما في شيء يخوف وناسه. حبيبي اخاف اركض بالشمس اطيح. شنو اركض بالشمس؟ يعني يعرفوني اليوميات اللي ما عندي لياقه وسرعه اطيح. خايف من الشغله هذه. بس لا والله عادي. عادي يعني لا مو عادي. بس انت خايف. لا خايف اكيد. يعني شو خايف؟ تجنيد ما في شيء. بس حرب. بس قصدي يعني اذا هذا بعد نروح شو نسوي؟ لازم تروح. اي بس ما راح اخذ الكاميرا عندك. لا اخذ الكاميرا عني. بصراحة أنا ما ودي أروح، لأن عندي شغلة هني وعندي أشياء هني، فما يعني الأهل والزهرة فيعني يخرب علي جدولي. بس بعد إذا قالوا بعد شو نسوي؟ لازم نروح. وإذا أروح أنا بالعكس أحب إني أروح، لأن تمرين وسوالف شباب قاعدة، فهذا جو يعني أنا أحب السوالف هذه. بس سنة وبعيد يعني ما أدري. وأنا عندي ولد معاق، فما أتوقع إن راح أدش أصلا يعني. بس نشوف اللي يصير يصير، وإحنا جاهزين نحن لها. اليوم خلونا من هذا كله. حياكم الله باليوم، تابعوا يومي وإن شاء الله تستانسوا معي. نشوفكم لقطة ثانية. عطني 10 يلا انزل انزل 10 بس يلا 1 بسرعة روح. 2 عدل يلا عدل عدل 1 2 شنو هذا مرفع؟ كذي راح يقول لك شيك تجنيد. سحب والله يا اخي سحب. يلا قوم خلنا نطلع قوم. بس سحب المول انا وعيسى جايين نسوي تحديثات بالبنك وهالسوالف. طبعا عيسى من كثر ما هو زعلان حتى ما لبس ولا شيء. حبيبي ايش فيك؟ خلاص لا حبيبي رايحين باسكتبول. ايش فيك؟ اي هم رايحين. قلت ليش تقول حبيبي تفضحني؟ المهم رايحين بس نخلص هنا ان شاء الله نتريق، لان مو تريقين ريوق الساعه 3 العصر ما الظهر. المهم الظهر الظهر حبيبي نتريق ونتغدى نخلص وبعدين نروح نلعب انا وعيسى كره سله. يمكن اطلع كلبي، انا عندي كلب يا جماعه ما ادري شايفينه تكرم السامع. عندي فرنش بولدوغ، يمكن اجيبه معاي او انسى شوي يركض بالحديقه. عز ايش قاعد تسوي هني؟ قاعد مرتاح. لا تدخن وراك التجنيد، فضحته. الحمد لله خلصنا شغل البنك والحين جايين مطعم مكسيكي انا وعيسى. السياره هذه مطعم، طبعا تقعد هني وتطلب طلبات. نطلب لك ونوريكم شنو فيه. وكان حسون خالي يحب المطعم المكسيكي، بس جايين يعني نروحنا احنا اليوم. حبيبي شلونك؟ تمام. شو اخبارك؟ كنا معاريس صارت جايين قاعدين. جاهز للاكل؟ جاهز. مسوي رجيم مرة. نعم، هي طلب يبغى يكون هني وهذا يطلب هني. رجيم ليش؟ تجنيد خلاص. تجنيد لازم رجيم ها؟ ايه. حبيبي ايش فيك؟ والله مسوي رجيم شيك. يلا نكست شوت نوريكم الاكل. بوم. طبعا عيسى رجيم طالب لهذا. الحمد لله خلص الاكل. طبعا عيسى هدني بروحي
رحت مجمع ام بي كي اليوم سيام اللي تو كنت موجود فيه. يعني هنا اشوف لي ارقام حق التلفونات، بشتري الرقم حق مساج محل المساج اللي عندي، بشتري له رقم خاص، فبدور رقم حلو جاي يعني ادور ارقام هنا. شوف الارقام اللي موجوده، تعال دور الرقم من هذول كلهم. ما شاء الله خذيت الرقم يا جماعة 0880099. بعدين ما راح أكملكم الباقي عشان لا تدقون علي. تدرون كم شريته؟ أبي كل واحد يقس كم شريته، كل واحد يكتب لي على الإنستغرام أو أي مكان يعني يدش علي يكتب لي كم شريت الرقم. وصلت العيادة الحمد لله. طبعاً أنا جبت الرقم حق المساج هني، رقم جديد اللي شريته، وإن شاء الله راح ألقى هني الرقم. المهم خليني اقول لكم سالفه عن التجنيد، مدام اليوم حلقتنا عن التجنيد. دقيت على ولد عمي، ولد عمي طبعا محامي من المحاميين الكبار اللي بالكويت، اسمه احمد الخباز، ونعم فيه حبيبي ولد عمي من لحمي ودمي. قال لنا ان انا معفي عن التجنيد الحمد لله. قلت لكم بس باقي عيسى وحسون، خلينا نشوف عيسى وحسون شنو يقولون لهم. اروح البيت عند عيسى بعد شوي، اخلص مساج اروح عند عيسى نشوف شنو عيسى جوه وشون وضعه. اليوم الحين بسوي مساج ساعه اريح، عندي زباين بالعياده قاعد يسوون اسنانهم، اخلص المساج اروح البيت. حياكم. لا تشوفوا هذه البيت الحمد لله على سلامتي. شلونكم يا جماعه؟ سلام. شلون كلكم موجودين؟ ما ورا الكاميرا ما راح اصور لكم احد. شو اخباركم؟ تعال 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 تعال. شلونك؟ تمام. قالوا ما في تجنيد لك. صدق؟ اي والله. شنو؟ حلو شيء. شيك مستانس حد. مستانس حده طبعا عيسى انه ما في تجنيد له. منو انا؟ انا عادي يعني صار ساعة اروح، ما صار ما اروح، شو اسوي؟ زين يا شو اسمه؟ شنو هذا الله يهداك؟ لا خلنا ننظف وياكم لحظة. زوزو حبيبتي شاطرة قاعد تخوم. ست بيت زوزو ست بيت شاطرة شاطرة حبيبتي حبيبتي. الله الله يا شاطرة الله يا شاطرة 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 زوزو. يا حليلة أول مرة أشوفها شو تسوي؟ لا أي والله بس شاطرة حبيبتي زوزو. والله أي والله. زوزو ايش قاعد تسوين؟ زوزو زوزو ردي علي ترى طقك والله. شاطرة شاطرة شاطرة. شو لازم تعلمون البنات يشتغلون من صغرهم مو يدلعون يقعدون. انا اسمي زوزو بعدين. هلا هلا حبيبتي هلا هلا. بوسي بوسي الكاميرا بوسي 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 بوسي. عافية. على اكستيس كاميرا عليك. ايه عمي. هلا شلونك؟ كلمة للجماهير الحبوبين. حبوبين. وايد قاعد يسألون تردون يوميات تردون يوميات. علي رجع يومياته وان شاء الله احنا راح نرجع يومياتنا وكل واحد راح يرجع يومياته واليوميات تصير يوميات. يعني بطتنا بطت 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 بطت. حياكم الله في يوميات اي اي فلوجز مو يوميات اي اي فلوجز. قولوا خلينا نشرون لان يسمعون كلامنا. نشروا نشروا يا جماعه ساعدونا احنا كلنا اهل ساعدوا بعض. زين هذا خلصنا منه. خلص. شيء ثاني شنو سر الضعف اللي ضعفتي بسرعه كذي؟ يبين علي؟ يبين والله فيل واحده بواحده. يعطيك العافيه. الله يعطيك ابو فيل. قاعد اسوي عنهم دعايه صراحه، قاعد اساعد الناس. ايش رايك فيني؟ وانت ما تقصر. قوي قوي. واللي هني بتايلند يلا حياكم العياده. تزورونا تشوفوني انا هناك. انا 24 ساعه هناك انا وعلاوي. يعطيك العافيه. شكرا. وهذه زيتونتي. هاي زيتونتي. شلون الزيتونه؟ يعطيكم العافيه يا جماعه، اتمنى ان استمتعتوا بالحلقه، اذا استمتعتوا لا تنسوا اللايك وسبسكرايب تنشرون الحلقه. زوزو تعالي شوف. يوميات؟ ها؟ بوسبا بوسبا بوسبا. شاطره. قولي باي باي. قولي اي بلوجز قولي يا جماعه.
باي باي يا جماعه. زوزو تغني، تعرف تغني شنو؟ فيزاتشي اون ذا فو، صح؟ صح. راح اصور لكم اياها هي تغني، حلقه خاصه بس هي تغني، راح تسمعون زوزو بنيتي الحبوبه. المهم يا جماعه اتمنى ان تنشروا الحلقه مثل ما قلنا، لايك وسبسكرايب. قولي لايك وسبسكرايب. باي باي. سبسكرايب سبسكرايب. شاطره، يلا باي باي. سلمي عليهم. باي باي. باي باي.